السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس. اليوم رح نحكي عن تقدير نواتج جمع الأعداد العشرية وطرحها. تقدير نواتج جمع الأعداد العشرية وطرحها، طبعا حكينا في المرة الماضية عن جمع الأعداد العشرية وطرحها. اليوم رح نحكي عن تقدير جمع الأعداد العشرية وطرحها. تقدير يعني بدي أقرب العدد العشري قبل ما أجمعه أو أطرحه، تمام؟ هون بحكي لي أقدر ناتج جمع 94، صحيح؟ وسبعة من عشرة زائد 27، صحيح؟ و45 من 100، تمام؟ طالب مني أقرب لأقرب عدد كلي قبل ما أجمع. شو لازم أعمل؟ لازم أروح أقرب العدد الأول وأقرب العدد الثاني. هلا الأقرب عدد كلي بدي أطلع على الأربعة. السبعة بتعطي ولا ما بتعطي؟ أكيد إنها بتعطي، لأنه خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة إيش؟ رح يعطوا. إيش رح تصير؟ 94 إيش رح تصير؟ رح تصير 95. هاي رح تزيد واحد، واللي على اليمين إيش مالهم؟ أصفر، ما لهم قيمة. هلا 27 صحيح و45 من 100. هل الأربعة بتعطي ولا ما بتعطي؟ ما بتعطي، رح تضل إيش؟ 27. طبعا خامس، لو انا حطيت بالجمع هالعدد قبل او هالعدد قبل نفس الاشي. ليه؟ لانه جمع عملية تبديلية. الجمع ايش مالها؟ عملية تبديلية. اما بالطرح ما بزبط. هلا بنشوف، تمام؟ اذا صار عندي 95 زائد 27، اول اشي احد مع احد، 5 زائد 7 كم؟ 12. 2 واحد باليد، واحد وتسعة عشرة، عشرة واثنين اتناش، 122، تمام؟ إذا أنا ليش قدرت؟ عشان أسهل عندي عملية الجمع أو الطرح، ماشي؟ بس ما بيطلع الجواب دقيق 100%، لكن قريب من الجواب الصحيح. هون أقدر ناتج الجمع، أول إشي بدي أحط واحد صحيح وسبعمية وتسعة وثمانين من ألف زائد ستة صحيح وثلاثمية وأربعتاش من ألف. طالب مني أقرب لأقرب جزء من مئة، رح أروح أحط خط تحت أقرب جزء من مئة. وين أقرب جزء من مئة؟ هاي هذا عدد صحيح، جزء من عشرة جزء من مئة. يلا نقرب. هسا بس نقرب، بحكي التسعة بتعطي ولا ما بتعطي؟ بتعطي. هاي رح تصير واحد صحيح، وهاي رح تزيد واحد، 79 من 100، تمام؟ طبعا هاي صفر ما في داعي انزلهم. هسا هون بدي اشوف الاربعة بتعطي ولا ما بتعطي؟ الاربعة ما بتعطي، فايش رح يضلها؟ واحد. بنزل اللي على اليسار زي ما هم، واللي على اليمين ما لهم داعي، اصفر. هسا بجمع، اول اشي بدي ابلش اجمع احد مع احد، تسعة زائد واحد عشرة، صفر واحد باليد، واحد وسبعة ثمانية، ثمانية وتلات كم؟ ثمانية وتلات إحداش، واحد وواحد باليد، طبعا الفاصلة العشرية إيش مالها؟ بتنزل، واحد وواحد اثنين وستة ثمانية، إذا ثمانية صحيح وعشرة من مئة، ثمانية صحيح وعشرة من مئة، أو بحكي ثمانية صحيح وواحد من عشرة، تمام؟ تمام. هلا هون ايش بحكي؟ اقرب ناتج الطرح. ناتج الطرح بطرح زي ما هي عندي المعادلة. ليه؟ او المسألة. ليه؟ لانه الطرح عملية ايش مالها؟ عملية غير تبديلية. يعني هون بدي اطرح هاد من هاد، فهاد رح احطه اول اشي. واحد صحيح وثمانمية وأربعة وخمسين من ألف ناقص واحد صحيح وميتين وسبعة وأربعين من ألف. طبعا هون إيش بدي أعمل؟ أول إشي
بدي أقرب لأقرب عدد كلي. أقرب عدد كلي هاي المنزلة صح؟ بدي أطلع على المنزل قبليها، هاي بتعطي ولا ما بتعطي؟ بتعطي. إيش رح تصير الواحد؟ اثنين. هلا الهون الاثنين بتعطي ولا ما بتعطي؟ ما رح تعطي. إيش رح تصير؟ واحد. فهون اثنين ناقص واحد كم؟ واحد. اثنين ناقص واحد يساوي كم؟ واحد. هذول الأصفار ما لهم قيم، تمام؟ حتى لو حطيت مكانهم مثلا هون، جيت أحط مثلا هون صفرين، أحط هون صفرين، رح أطرح إيش رح يطلع لي؟ صفرين، ما لهم قيمة بالأصل. أنا رح أحكي واحد صحيح، أوكي؟ هلا هون أقدر ناتج الطرح، أول إشي رح أحط واحد وسبعمية وأربعة وثلاثين من ألف ناقص هون تمنمية وسبعتاش من ألف، أوكي؟ بدي أقرب لأقرب جزء من مئة، شوفوا هم هو بحكي لي لأي جزء بدي أقرب، باجي بحط خط تحت جزء من مئة، تمام؟ باجي بطلع على منزلي على اليمين، الأربعة بتعطي ولا ما بتعطي؟ ما بتعطي. السبعة بتعطي ولا ما بتعطي؟ سبعة بتعطي. خلينا نشوف كيف رح يصير شكلهم بعد ما قربناهم. اللي على اليسار رح ينزلوا زي ما هم، واحد، والسبعة هدول رح ينزلوا زي ما هم، الثلاث ما رح تتغير، الأربعة ما إلها قيمة. تمام؟ ناقص. هون الصفر والثمانية رح ينزلوا زي ما هم، الواحد رح تزيد واحد، رح تصير إيش؟ اثنين. والسبعة إيش رح تروح؟ رح ما إلها قيمة، رح تصير صفر. هلا ببلش أطرح، تمام؟ أحد ناقص أحد أول إشي، تلات ناقص اثنين كم؟ واحد، سبعة ناقص ثمانية لا يجوز، هاي بتصير كم؟ سبعتاش، وهاي شو بتصير؟ صفر. سبعتاش ناقص ثمانية كم؟ سبعتاش ناقص ثمانية تسعة. تمام؟ صفر ناقص صفر صفر، إذا صار عندي واحد وتسعين من مية، واحد وتسعين من مية. هيك يا خامس بنكون حكينا عن تقدير نواتج جمع الأعداد العشرية وطرحها، تقدير نواتج جمع الأعداد العشرية وطرحها. إذا لما يحكي لي قدر لازم أول إشي أقرب للمنزل اللي هو طالبها، إذا طالب لأقرب عدد كلي بقرب لأقرب عدد كلي، طالب لأقرب جزء من مئة بقرب لأقرب جزء من مئة، لأقرب جزء من عشرة بقرب لأقرب جزء من عشرة اللي هو طالبه. وإيش بعدين بنعمل؟ بعدين بنجمع أو بنطرح. بدنا ننتبه للترتيب في حالة الطرح، لأنها الطرح عملية غير تبديلية، أما بالجمع عادي، لأنها الجمع عملية تبديلية. ويعطيكم العافية يا خامس.